كم قلت لك تطلع؟ هذا الحارس حوالي سنة. يعني عتروينا ذا الحين؟ اكتب اسمك يا محمد. إذا قال بيطلع ينزل يكتب اسمي يا شباب. احنا بنشوف يلا. مشاهدينا الكرام شوفوا هذا البركان في دمت. والله مخوف. والله مخوف. الآن في قمة دمت في الحرضة طبعا. شوفوا هذا النافورة هذا البركان مخوف. أنا قالوا لي إن هذا بينزل لا نازل. لا نازل شوفها نتابع هنشوفه عينزل بس احنا خايفين بعدين ينطل على الله ما يجريش توكل على الله تنزل لها انا شوفوا شوفوا بيكتب لحظه شوفوا ان يكتب الاسماء يا الله ما الذي يحدث هذا الاسماء كلها ينزل يكتبها هو شوف 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 ابو فارس على والبندق لك يعني بخاخ ينزل يسجل الاسماء انا اشوف حيسجل اسمي ما ادري ان شاء الله انه يرجع بالسلامه بس خلي خط كبير مات يا سيدي والله احنا عيننا نقرا فاتحه لك شيء ولا شيء الله يست... الله يعينه انا في راسك جني انت انزل له انا اليوم قال نزلت اليوم منين انت يا سيدي منين اياك الله هذا صعب اب في راسك صايع قولوا ما شاء الله ما شاء الله قولوا ما شاء الله يا شباب ادعوا له ادعوا له ادعوا له ادعوا له انه يرجع انا اتحدى اي واحد دلا دلا لا تعور شوفوا اينوها ها خلوا خلوا براحته ان الله تراك في نزل يعلق انا والله انه يعلق عند هذا عثمان هذه عثمان يعلق انا انا عندي انزلت مجنون لا تنطل ما شاء الله والله اني 10 صيد ننجل امسح هذا كلنا هذا قد انتهى ما شاء الله ابو فارس لي لا 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 لحظة 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 قوة قوة ما شاء الله سلام مدرو مني 10 صيد ما شاء الله ما شاء الله اول يما ما شاء الله هذا انا خطا يا والله ما تصلح صياط هكذا والله صياط اسمع هذا الحرق لا لا ينطل يا اخي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هكذا هذا سعد لا 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 اذا كان ماشي في راس الجن واقسم بربي ان هذا موهبه هشفي بابا 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 ما مزوم انا طالع والله يا شباب لا حد مش واب اليوم واب تصفيق يا شباب ما شاء الله